ستون يوما على غياب سجاد العراقي عن خيمته التي تتوسط ساحة الحبوب وسط الناصرية، الخيمة التي كانت تحتضن أحلام فتى عراقي صار عنوانا لتظاهرات زملائه الذين حملوا الحكومتين المركزية والمحلية مسؤولية سلامة سجاد. خرجت اليوم مسيرة وسط الناصرية في ساحة الحبوبي مطالبين بالحرية لسجاد العراقي والمخطوفين وكذلك المغيبين وكذلك محاسبة قتلة المتظاهرين. وهذه المدة لحد الآن لم يخرج سجاد العراقي. موضوع سجاد العراقي لحد هذه اللحظة ما نشوف أي استجابة. موضوع سجاد العراقي ملف أو مصير المختطفين والمغيبين لحد هذه اللحظة ما شفنا الحكومة استجابة له. على الكاظمي أن مثل ما وعد الشعب العراقي بالكشف عن قدم المتظاهرين ماكو لحد هذه اللحظة. كشف قدم عندنا 700 شهيد لحد هذه اللحظة ما شفنا من عند أي إجراء. متظاهرو الحبوب توعدوا بالتصعيد السلمي في قادم الأيام إذا لم يتم الإفراج عن سجاد العراقي. في هذه الخيمة منذ أكثر من شهرين كان سجاد يسكن ويهتف بحب الوطن، والآن مغيب ومطالبات من زملائه من حكومة السيد الكاظمي بإطلاق سراحه وحمايته شخصياً. من ساحة السيد الحبوب في الناصرية، إيهاب الخفاجي، قناة التغيير.